الفترة الأخيرة سمعنا عن مشروعات كتير لتطوير القاهرة، من أول مشروعات تطوير ميدان التحرير لحد مشروعات مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وممشى أهل مصر. مفيش شك إن المشاريع دي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رجعت الروح للعاصمة بعد ما عانت من إهمال كبير قوي الفترة اللي فاتت. النهاردة تعمير هيروح مشروع من المشاريع دي، وهو مشروع ممشى أهل مصر. ممشى أهل مصر هو مشروع تطوير كورنيش النيل من حلوان لحد شبرا الخيمة، لكن قبل ما نروح معاكم المشروع ونشوفه خلينا نعرف أكتر عن المشاريع اللي بتنفذها وزارة الإسكان دلوقتي الفترة دي في القاهرة. معانا على التليفون المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. خليني أتكلم مع حضرتك كده عن آخر تطورات للمشروعات الفترة الحالية. يعني طبعا وزارة الإسكان بتنفذ حزمة كبيرة وطموحة حقيقة من مشروعات التطوير القاهرة، وطبعا ده بتوجيهات الرئيس باستمرار، انه بالتزامن مع انتقال العمل والدولاب العمل والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة لازم يكون في تطوير للقاهرة التاريخية وتطوير لكل البنية التحتية اللي موجودة فيها، وتطوير وخلق يعني مناطق مفتوحة تساعد المصريين ان هم يستمتعوا بالجو النظيف بعد ما يبقى فيه يعني عدد اقل شوية من حركة المرور، وطبعا اللي بتسبب دايما تلوث وبتسبب دايما انبعاثات كربونية. اول خطوة هو خلق اماكن يعني متنزهات عامة زي المشروع اللي كانت بتتكلمي عنه النهاردة، ممشى اهل مصر، واللي ان شاء الله هيكمل معانا لمسافات طويلة على كورنيش نهر النيل يمين وشمال نهر النيل، بالإضافة لتطوير المناطق العشوائية اللي طبعا الدولة يعني أنفقت عليها استثمارات ضخمة آخر 7 سنوات تخطت 45 مليار جنيه، وعلى تطوير المناطق العشوائية وتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة زي منطقة مثلث ماسبيرو ومنطقة مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة ومناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية. مش بس كده، احنا بنعوض الناس اللي كانت موجودة وبنخرجهم على أماكن آمنة علشان نرفع الخطورة اللي كانت موجودة في المكدسة في وسط القاهرة، بالإضافة لكده بنخلق مجتمعات جديدة في المدينة القديمة. المجتمعات دي من شأنها أنها تطور المنطقة الموجودة زي مثلث ماسبيرو والشكل العمراني اللي بيتطور في المكان دلوقتي بعد ما كانت كتلة سكانية مزدحمة بالعشوائية وفقيرة في الخدمات تفتقر للخدمات الأساسية، بالإضافة لكده رفع الملوثات اللي كانت موجودة. على سبيل المثال مجرى العيون كانت عايمة على كمية مخلفات كيميائية ملوثة ولا تصلح للاستخدام الأدمي تماما. صحيح، دلوقتي شكلها اتغير، تم رفع كل الإشغالات، تم رفع كل الأماكن الملوثة. عايز أقول لحضرتك إن شكلها اتغير، وإحنا تعبنا جدا في طبيعة التربة لأن تكدس كيماويات على مدار عصور منطقة المدابخ كانت مكدسة بالكيماويات وكانت بتأثر تأثير سلبي جدا على السكان في المنطقة. صحيح. الحمد لله اتعملت منطقة مدابخ عالمية في مدينة بدر، وبتصدر كمان دلوقتي المنتجات الجلود بشكل محترف مصانع، وتعمل وحدات سكنية ل1008 أسرة، وتم نقلهم بالكامل جنب منطقة العمل اللي بيشتغلوا فيها، وهم الحقيقة سعداء جدا بالنقلة دي. بالإضافة لكده تم تطوير المنطقة ورفع كل المخلفات الكيماوية. عايز أقول لحضرتك يعني تخطينا 10 مليون متر مكعب مخلفات اترفعت بمجهود كبير جدا في يمكن اكتر من 6 شهور عشان نقدر نعمل تاسيس ونبني المباني الجميله اللي طلعت دلوقتي، العمارات الجميله، الخدمات، المتنزه السياحي، وهيحافظ على القيمه الاثريه اللي موجوده في سور مجرى العيون اللي له قيمه تاريخيه عالميه بالمناسبه، مش بس يعني مش بيختص ربنا اختص بيها الشعب المصري، ولكن هي اثر عالمي العالم كله بيهتم بيه، اللي هو السور اللي بيوصل ميه النيل لقلعه محمد علي لقلعه صلاح الدين. فاحنا عندنا تطور بيحصل. بالاضافه لكده مش بس احنا بننمي الاماكن السياحيه في القاهره عشان ترجع لدورها التاريخي ووظيفتها التاريخيه المعهوده اللي كانت موجوده في كل الكتب التراثيه القديمه.